الصحي. ايه بقى المكون الاساسي فيه؟ الموز المجمد. هاتي موز مجمد حطيه في الكبه ومعاه اي حاجه من الفواكه المجمده، هتطلعي ايس كريم حلو. بصوا بس كده، عايزه تحطي بقى فانيليا، عايزه كمان تحطي مثلا عسل ابيض، كل ده هيبقى ظريف. فاحنا مثلا هنقول ان احنا هنعمل دلوقتي الايس كريم بالمانجا. المانجا دلوقتي حبيبتنا، كلنا بندور على المانجا. فهقول لكم ازاي. محتاجين موز مجمد. كميه الموز المجمد تقريبا احنا بنتكلم لكل مانجايه واحده هنحتاج قدامها تقريبا 4 موزات مجمدين. تمام، حلو كده. ومعايا لو مش عايزينها بالمانجا عايزينها فراوله، هنحط فراوله مجمده. طب عندنا اناناس مجمد، هنحط اناناس. تمام، في كل حاجه بالشكل ده. العسل تقريبا بتبقى معلقه كبيره من العسل الابيض، تزوده تقلله، ما تحطوش خالص وتعتمدوا بس على السكر اللي في الفاكهه، مفيش مشكله. اوكي. وكمان الايس كريم بتاع الموز العادي ده بيبقى موز بس، وممكن نحط معاه معلقه كبيره او معلقتين كبار من زبده الفول السوداني، فبيبقى الطعم الفول السوداني بيبقى برده تحفه وفظيع. بس كده المكون الاساسي زي ما بقول لكم هو الموز المجمد. فانا هحط هنا في الكبه، معايا الكبه طبعا، هحط الموز. الموز هنا ايه، احنا مقطعينه شرايح وحطيناه في الفريزر، فهيبقى ايه، مجمد اهو بالشكل ده، خطير. تمام. ونحط معاه بقى اي فاكهه زي ما اتفقنا، في المانجا المجمده، في الفراوله المجمده. تحبوا نعمله بالايه؟ احنا هنا اوريدي محضرين اللي بالمانجا والفراوله وبالاناناس. ايه بس الشوكولاته قليل، تيجي نعمل شوكولاته عشان الشوكولاته قليله هنا، نعمل شوكولاته. ماشي، هنحط كاكاو، كاكاو خام على الموز ده بتاع كده، معلقتين كبار ولا حاجه. وهنحط معاه عسل ابيض لان الكاكاو الخام بيبقى ممرر شويه. وهنحط كمان فانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا عشان برضو الكاكاو. كده ده كده اللي هيبقى بالشوكولاته. وفي الكبه بقى ايه، ونفضل استنوا كده ايه لحسن الجلوفز بيزحلق، ونفضل بقى نضربه نضربه، هنلاقيه بقى ناعم معانا. تقدري كمان تدوقيه لو حاسه ان انت عايزه تضيفي له سكر زياده ولا حاجه، ممكن تعملي كده. نجرب بقى، بسم الله. ايوه يا جماعه، ده ايس كريم كده بس، هيبقى متماسك وهيبقى رابط وحلو. ايوه هيبقى تحفه وصحي. اللي بيخلي القوام بتاعه حلو من غير ما نضيف له اي حاجه يا جماعه هو الموز المجمد. بصوا هاتهولنا تاني يا استاذ احمد لو سمحت. بص انا لما شلت ده طبعا هو ايه، محتاج طبعا يدخل الفريزر. بتحطيه بقى في علبه او في حاجه وتقومي مدخلاه ايه الفريزر على طول، بيبقى جامد معاكي وبيبقى يجنن زي الحلوين اللي عندنا دول كلهم. هنحطهم دلوقتي مع بعض نقدمهم سوا. حلوه الكوبايات بقى دي، استنوا بقى ايه، يلا كل واحده ايس كريم بربع جنيه. طابور بقى، رخيص قوي الايس كريم بتاعي يب. يعني انتوا بقى ايه، وقرب قرب وبتاع وكده. ده بقى اللي هو بالمانجا، ظريف جدا. وهنا محضرين لي كوبايه بقى علشان ايه، ابقى اغسل فيها الايس كريم سكوبر. متشكره قوي يا جماعه والله. اهو كده اهو، اول واحده كده. وصحي بقى يا جماعه، فاهمين يعني ايه صحي؟ طبعا هو محتاج يتحط برده في الثلاجه اكتر عشان تبان الحجم البولات عامل ازاي. تمام، ولا في كريمه بقى ولا في اي حاجه. اهو واغسل الايس كريم سكوبر دي، ده بتاع المانجا اهو. نص يا جماعه، بس هي الايس كريم سكوبر دي يا جماعه بايظه مش سليمه، عشان بس تبقوا عارفين يعني، عشان ايه
كنا محتارين ما بين السليمه والبايظه فاخدنا البايظه، مش مطلع الشكل مدور قوي يعني. تمام، ادي اول واحد بتاع المانجا. تعالوا بقى نستخدم بتاع الفراوله كده اهو بهذا الشكل الظريف، وناخد لها برضو علبه كده هنا كده هنا كده كمان بهذا الشكل الظريف. كان نفسي تبقى الايس كريم كوبر سليمه، وكان نفسي الايس كريم يبقى لسه في الفريزر شويه، لكن احنا ايه بقى يعني، هي كلها حلقه نفسي، فاهمين انتوا الحلقه حلقه نفسي دي. ايوه كده. ونعمل طعم كمان اللي هو الايه، الاناناس اهو، وبرده نغسلها كده علشان نعمل طعم الاناناس. تعالى يا اناناس يا حلو اهو كده، وكمان كده. لا ده الايس كريم سكوبر بعافيه قوي بصراحه. ماشي يا رأفت، يقول لي دي سليمه دي سليمه. ماشي كده اهو هذا الشكل الظريف. يتبقى اخر نوع بقى معانا اللي هو طبعا الشوكولاته. انتوا لما تجربوه في البيت بنفسكم وتشوفوا قد ايه طعمه تحفه بالفواكه بس، وزي ما اتفقنا الموز هو اللي عامل لنا الحركه كلها، هتشوفوا بقى ايه، تشوفوا قد ايه خطير. يلا يا شوكولاته اهو، حطها كده بهذا الشكل الظريف اللي مش ظريف قوي يعني بصراحه، يعني ايه كده اهو. ايه ده اهو، انا معايا بقى ايه كمان، شوكليت شيبس هنا، ممكن نحطها بقى على اللي ايه، على اللي بالشوكولاته ده بس كده. خطير. ونجيب حاجه هنا كده حلوه نقدم فيها، هنحط بقى مثلا صوص شوكولاته. طبعا فين الصوصات يا شباب اهم، شكرا. زي بقى بتوع الايس كريم بقى، نحط شويه صوصات وبتاع كده. ده معانا صوص شوكولاته نحطه على الايس كريم الشوكولاته كده اهو، شكله جميل. وده فراوله نحطه هنا كده، صوص فراوله مع ايه، الايس كريم الفراوله. شكرا. ونحط الكراميل ايه بقى، مع الاناناس ولا نحطه فين، ايه رايكم؟ نحطه مع الاناناس بس كده.